الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع عنوان شجرة القرار الجزء الثاني، وذلك بإضافة معلومات من عينة ونسميها Sample Information Decision Tree Part 2. قدمت الجزء الأول وأعطيت عليه مثال من تطبيق على الإنترنت أو على الشبكة العنكبوتية. يعني حلينا، يعني قمنا بحل إحدى المسائل يدويا، وقمنا بحلها بواسطة برنامج ما يسمى بسيلفر ديسيجن. الآن سأقدم الجزء الثاني استكمالا الجزء الأول، وهو بإضافة ما يسمى معلومات معينة سأبينها إن شاء الله تباعا وعلى بركة الله الأبدان. الآن قدمت في المقطع السابق كما ذكرت كيف نستخدم شجرة القرار في حل مسألة استثمار في أدوات متعددة. أذكركم هذه الشجرة، الآن شجرة القرار لدينا مستثمر أمامه خيارات ثلاثة: الاستثمار في الذهب، الاستثمار في الدولار، الاستثمار في الأسهم والسندات، وهي ما يسمى بالأرباح والبي أوف المتوقعة. احتمال 70% أن يربح 90، احتمال 30% أن يخسر 20. هنا بالنسبة للدولار احتمال 70% أن يربح 60، واحتمال 30% أن يخسر 11. إشارة السالب هنا خسارة والباقي ربح. وهنا الآن بالنسبة للأسهم والسندات لاحظوا لي 70% 35 و 30% 35 بقيت هنا، لأنه ربما بعض المستثمرين يرون بأنها آمنة وهي من مصادر الدخل الأكثر أمنا. الآن لنفترض بأن المستثمر يرغب بمعلومات إضافية من خبراء، يريد أن يعظم استثماره ويريد أن يربح أكثر. فالذين هؤلاء الخبراء قد يعطوه تقريرا إيجابيا، تقرير قد يكون إيجابي عن حال الاستثمار أو ربما تقريرا سلبيا، لكن في جميع الأحوال يجب على المستثمر أن يدفع أجورا لهؤلاء الخبراء مقابل المعلومات والتقرير الذي يقدموه. تعتمد شجرة القرار في هذه الحالة اللي هو يريد معلومات إضافية، تسمى يعني تعتمد شجرة القرار في هذه الحالة على ما يسمى معلومات من عينة Sample Information، وهنا الآن الذي أضفناه على المقطع السابق. وعادة ما يشار إلى مثل هذه التقارير بأنها تقارير تنبؤات Prediction or Forecast. نتابع على بركة الله. لنفترض مسبقا بأن هناك احتمالين لتقرير الخبراء، الذي طبعا سيدفع المستثمر مقابل حصول عليه مبلغا، كمثال هذا 50 دينارا، 50 قرشا، 50 جنيها، 50 ليرة، 50 دولار، whatever. أوكي، مهما كان وحدات القياس لا تهمنا. الآن التقرير أولهما الاحتمالين، نتحدث عن احتمالين. أول احتمال متفائل مقداره 65%، يعني التقرير الذي قدمه الخبراء أو الذي يتوقع أن يقدمه الخبراء 65%، هاي معلومات مسبقة يعني افتراضية. ما يعني تلقائيا بأن الاحتمال المتمم إذا عندي التفاؤل 65% معناته التشاؤم عكس ذلك اللي هو 1 ناقص ويساوي 35%. فالاحتمال المتمم اللي هو complementary probability عكس الاحتمال المتفائل، أي أنه احتمال متشائم ومقداره 35%. الآن لنفترض بأن احتمال الحالة الاستثمارية الجيد في التقرير الإيجابي هو 60%، لاحظ الآن 65% عندي، سأبينها بعد قليل يعني برسمة تصويرية، بس الآن افهموا لي هذه، ركزوا على الأرقام اللي هنا ما معناها. لنفترض بأن احتمال الحالة الاستثمارية الجيد في التقرير الإيجابي هو 60%، ما يعني بأن احتمال الحالة الاستثمارية السيء هو 1 ناقص 60% يساوي 40%. يعني هون الحرف جي والبي له معنى، هون إما growth أو good، وهون P positive، وهون D decline bad، هون positive. يعني بتحدث الآن عن الاحتمالات الواردة بالتقرير الإيجابي المتفائل، وهناك احتمالات عن التقرير المتشائم. فهنا الآن جي معناتها نمو أو جيد، وبي إيجابي positive positive. هنا الآن لنفترض بأن احتمال الحال الاستثماري السيء في التقرير هو 49%، ما يعني سيئة، لاحظوا لي، ما يعني بأن الاحتمال الجيد هو 1 ناقص 49% يساوي 51. بنفس الشيء هنا N اللي هي نيجاتيف، يعني التقرير نيجاتيف، وعندي الدي ديكلاين تراجع. وبالتالي هنا لاحظوا لي ما الذي حدث هنا، سأبينها بعد. طبعا هذا الاحتمال الخلفي نسميه أو posterior probability، الاحتمال اللاحق واحتمال الخلفي. خليني أبينها الآن ما المقصود هنا
لأنه كثير من الطلبة والمتابعين يعني بيرتبكوا من هذه الأرقام. عندي الآن احتمالين، واحد متفائل مقداره 50% والثاني متشائم، فهذا إيجابي، هذا المتفائل. وهنا الآن نتج عنه chance node، هذه سيتبرع منها سيتفرع منها احتمالان، 60% أنه راح نربح أو هالمستثمر راح يربح، في عندي growth، في عندي إشي good، في إشي يعني مقبول. وهنا 40% هذا أنه في decline أو تراجع اقتصادي. أوكي، هلأ نيجي على، لأنه ذكرنا 65% هاي الآن، 35% مقابلها، 35% هذا سيتفرع منها ما يسمى بالchance node أو وصلة الاحتمال. كذلك الأمر سيتفرع منها احتمالان، الاحتمال الأول اللي هو 51% جيد، والاحتمال الثاني هو 49% جيد. هذا إذن هذا تفسير الكلام هنا بهاي this is decision node أو وصلة القرار. عندي قرار إيجابي، أو خلينا نقول توقع إيجابي توقع سلبي. الإيجابي ينبثق عنه احتمالان، سينبثق عن إيجابي احتمالان، إيجابي وسلبي، والسلبي سينبثق عنه احتمالان إيجابي وسلبي. هكذا يجب أن تفهم فيما تبقى من حول. إن شاء الله طبعا بالمستقبل راح نقدم كثير من المسائل العملية بإذن الله، نتابع. المهم أحبتي المتابعين الطلبة، افهموا هذا الجزء هنا، لأنه الحل كله يعتمد على فهمك على هذا الجزء بإذن الله. نتابع. شجرة القرار بإدخال بيانات العينة، أي بافتراض شراء وعدم شراء الخبراء، خدمات الخبراء. يعني نفترض أن المستثمر قام بشرائه ولم يقم بشرائه حتى نشوف الخيار. أوكي؟ هذا الآن احتمال كما ذكرنا قبل قليل، الإشي يعني الاحتمال الجيد 50% بنبثق عنه احتمالان 60% و40%، هذا إيجابي 50%، وال 35% هنا انبثق عنه احتمالان 51% جيد و 49% سيء. فهنا الآن ابتدأنا بالمسألة الأولى التي ذكرناها، بأن وأرجو الرجوع إليها، وبداية هذا المقطع بينا بأن أفضل استثمار هو 57 بالذهب، لم يكن هناك معلومات إضافية من عينة. الآن أمام هذه الحالة، إما أن يبقى المستثمر متمسكا بال 57، هذه أفضل خيار له، ولا يشتري خدمة الخبراء، أو أن يشتري. وبالتالي هو عدم شراء خدمة الخبراء سيبقى متمسكا بال 57، بقول لك الحمد لله. إذا مثلا فكر بأن يشتري خدمة الخبراء، هنا هاي شراء خدمة الخبراء بده يدفع مقابلها 50 كما ذكرنا، تذكروا الرقم هذا، هاي الآن بده ينبثق عنها ما يسمى هون decision note، هاي اللي هي وصلة القرار، هذه وصلة الاحتمال، سينبثق عنها احتمالان، احتمال مقداره 65% هذا، واحتمال مقداره 35%، هذا إيجابي وهذا سلبي. هذا سينبثق عنه احتمالان، هنا الآن الاحتمالات السابقة ذكرناها كلياتها قبل قليل، وقلنا إنه أفضل خيار 57 57، لكن بإدخال المعلومة الجديدة كل شيء سيتغير هنا. وهنا الآن هذه وصلة قرار انبثقت من السلبي، فيتفرع عنها كذلك الأمر يعني احتمالات متعددة. والآن سنقوم بالحسابات. أوكي، هاي 57 ستنتهي الآن. لماذا؟ لأنه سندخل الآن احتمالات جديدة، هي 60 و40، هنا 60 40 60 40 60 40 60 40، كل هذه سنلغيها ونستبدلها بحسابات جديدة ونتابع. طبعا هاي التغى مقابل 60% هنا 40، هنا 60، هنا 40 60، وهنا 40، وهذه ستختفي، هذه ستختفي. الآن ما الذي يحدث؟ أنه شجرة قرار إذا أخذنا بالجانب السلبي، لاحظوا لي كذلك الأمر، هذه ستختفي مقابل ماذا؟ 51 49، هنا 51، هنا 49، 51 49، 51 49. الآن نقوم بالحسابات الجديدة، لكن كم حساب الآن؟ في عندي هنا وصلة احتمال، هاي الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، ثم هذه. فالآن نرقم هاي الوصلة الأولى، هاي الوصلة الثانية، هاي الوصلة الثالثة، هاي الرابعة،
هاي الخامسة، هاي السادسة، وأخيرا هذه السابعة. نحتاج إن إلى أن نقوم بسبع حسابات أو سبعة حسابات حتى نتعرف على أفضل احتمال الآن، إذا قمنا الآن، سواء اشترينا أو لم نشتري، أو سواء يعني هذا المستثمر اشترى خدمة الخبراء أو لم يشتري خدمة الخبراء. نتابع الآن حساب القيم المتوقعة كما ذكرنا، لكن سأمشي بعجالة على المقطع السابق بسرعة، هاي 57 التي ابتدأ بدون شراء الخبرة، وهنا عدم شراء خدمة الخبراء. هنا إذا اشترى المستثمر خدمة خبراء ينبثق عنها الآن وسط احتمال، وسط احتمال ينبثق عنها احتمالان، احتمال موجب 65% واحتمال سالب مقداره 35%. هذه الآن سينبثق عنها شجرة القرار كلياتها الآن، وطبعا هاي البيانات كلياتها سيتم تبديلها بأشياء أخرى. فالآن هاي الآن this is not، وبالتالي الآن 57 ذهبت، ونستبدل ب 60 هنا 40% 60% 40% 60% 40% وهكذا. هنا الآن هاي كذلك الأمر ذهبت، يعني نريد أن نحسب هذا. هذا الآن الوصلة إذا كانت بالجانب السلبي منها كل هذه الأرقام ستختفي، 51% 49% كما ذكرت قبل قليل، 51 49 51 و49. أوكي الآن نقوم بالحسابات. هذه الوصلة الأولى، الثانية، الثالثة كما ذكرت، الرابعة، الخامسة، السادسة، هذه السابعة. الآن the expected value، القيمة المتوقعة من هذا الآن، هذا الوضع اللي هو أول نود، هذه أو وصلة الاحتمال الأولاني رقم واحد، 60% في 90 زائد 40% في سالب 20، لاحظوا لي طلع 46، إذا وضعنا هون 46. احتمال الثاني هنا، لاحظوا لي هنا بالاستثمار بالدولار، 60% في 60 زائد 40% في سالب 11 طلعت 31.6. الاحتمال الثالث هنا الأخير في هذا الجزء طبعا اللي هو 35 35، وبالتالي مثبت 35. إذن هذا، وبالتالي هنا هاي 46، يعني أفضل خيار هو 46 كما ذكرنا. يعني تعلمنا كيف الآن إذا نختار أعلى رقم، فأعلى رقم بين أو قيمة مع 46 31.6 و35 أفضل إيه 46، إذا نضعه تحت ما يسمى بوسط القرار decision known. نتابع الآن عند الآن اللهم صل على سيدنا محمد. الاكسبكتد فاليو هنا الآن 90 في 51 زائد 49 في سالب 20 36، الآن نضعها هنا 1/10. الاحتمال الثاني 25 قيمته اللي هو 51% في 60 زائد 49 في سالب 11 بكون قيمته 25.2. هذه وهنا الوصل الثالث الستة، هذه السادسة بتكون 35 على جميع الأحوال. وبالتالي الآن يعني انتهينا من حساب كل الاحتمالات. السؤال الآن طبعا بعد ما وجدنا بأن أعظم قيمة بين هذه الاستثمارات وبقي الذهب سبحان الله 36.1، نضعها هنا تحت وسط القرار، هذه 36.1. الآن يعني ضللت هاي وسنضلل هذه حتى نحسب هذه سبعة. هاي كيف نحسبها؟ انظروا إلى أحبتي هنا expected value النوت سبعة، هاي اللي هي إذا اشترينا، يعني ما هي قيمة المعلومة التي سيشتريها المستثمر إذا فعلا قام بشراء خدمات الخبراء، تساوي 46 اللي هي أعلى قيمة جاية، هاي 46 مضروب باحتمالها 65%، يعني 65% مضروب بهذه القيمة 46 زائد 35% مضروبة ب 36.1. إذا حسبناها بتكون 42.535، نضعها هنا، هذه 42، هذه قيمة المعلومة، قيمة المعلومة التي اشتراها المستثمر إذا قام بشرائه، لكنه دفع 50، فهنا هي نسميها إحنا هذه هي قيمة المعلومات التي قد يزودها الخبراء في حال شراء خدماتهم، وهي معلومات غير كاملة، imperfect information هنا، أوكي؟ فهذه الآن إذا قام بشراء خدمة الخبراء الاستثماريين بتكون قيمة المعلومة التي أعطوها إياه بناء على هذه الاحتمالات تساوي 42.535. لكن الآن ما يعني، لاحظوا لي هاي القيمة
أقل من هاي ما يعني بأن أفضل خيار هو الاستثمار في الذهب إذا كان التقرير إيجابي. يبقى الذهب هو أفضل 36 مقابل 31 6 بالعشرة مقابل 35، معناته الذهب أفضل شيء. وإذا كان التقرير سلبي سبحان الله بكون كذلك الأمر. هنا لاحظوا لي استثمار في الذهب إذا كان التقرير سلبيا هنا 36 واحد بالعشرة أرجع خطوة إلى هذه. أوكي هنا وضعنا الدائرة هاي نقول على أنه والاستثمار في الذهب إذا كان التقرير سلبيا. في جميع الأحوال قيمة المعلومة التي يزود الخبراء في حالة أنه يعني فعلا بدي أقيم هذه اللي هذا ما الذي يحدث. هذه قيمة المعلومة التي زودها الخبراء به 42 فاصل كذا كذا، لكن ذهب منه 57، إذن قيمتها سالب 14.465. قارن الآن هذه القيمة بما سيدفع 50، ما يعني الآن عليه أن لا يشتري خدمة الخبراء، أن يتمسك بهذا الاستثمار في الذهب وقيمته 57 أفضل خيار، أن لا يستثمر إلا في الذهب ولا يشتري خدمة العملاء. أكون بذلك أو عفوا خدمة الخبراء، أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قدمت لكم الفائدة المرجوة منه. ولابد لحبيب الطالب والمتابع أن تعود إلى هذا المقطع مرة ومرتين وثلاثة خطوة خطوة حتى تعرف على طريقة الحساب. وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.